فنان فايز السعيد، طبعا من الاخبار الحصريه عندنا، فايز السعيد انتهى من تصوير فيديو كليب بعنوان العماره. طبعا العماره هو من ضمن البوم اللي تم طرحه قبل فتره في الاسواق، صوره مع علاء الانصاري. طبعا من مفاجاه هذا او من مفاجات الفيديو كليب هذا انه راح يشارك معاه النجم السعودي حبيب الحبيب بشكل وايد كوميدي وايد حلو. الاغنيه بحد ذاتها لما تسمعها كاوديو وايد فيها فكره، انه واحد رايح يقابل حبيبته عند العماره وقاعد ومطول المسجله، انه على اساس انه بس تسمعه انه هو مو تحس انه هو برا وتنزل له من العماره، وصادق البواب وصادق المادري شنو، ويقول ما عاد في شيء يفيد لا راشد ولا عبد المجيد. فكره وايد حلوه. عموما يعني فايز تتميز فيديو كليباته بخفه الدم، فانا سويت لكم فيديو كليب من تصوير كليب العماره قبل ما ينزل بشكل او شيء، قبل ما ينزل بالصحافه وقبل ما ينزل حد الصور ما نزلت بالصحافه الى الان. نمبر 2 قبل ما ينزل الفيديو كليب الاصلي، فاتمنى نشوفه ونرجع مع ناسف لعدم ازعاج. يا حسبي
مبتكر، عنده فكر وعنده خط ماشي عليه. هذا دائما هذا الجمال في الموضوع، انه كل فنان يحط له شكل يميزه عن فنان اخر. كذلك